والله هو السياسة الدولية تشبه كثيرا لعبة المافيا أو عصابات المافيا، عندما يتم الاستفادة منك وتصبح ورقة بدون أي فائدة يمكن رميك بكل سهولة، وهذا ما حدث ليس فقط مع القذافي، يعني حدث مع صدام حسين وحدث مع غيره، حدث مع السادات الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وحدث مع كثير من الرؤساء سواء العرب سواء الأجانب، يعني اللي خدموا الغرب بكل إخلاص طيلة مدة حياتهم. شاه إيران ربما يكون المثال الأفضل لذلك، وعندما تم التخلص منه شاه إيران يعني مش فقط تم إسقاط نظامه، لم يسمح له حتى بالدخول إلى الولايات المتحدة، والكل يعلم من هو شاه إيران ومن علاقته بالولايات المتحدة. طيب. هذه هي السياسة الدولية، لا مكان لا مجال فيها للعواطف. الموضوع مصالح القذافي انتهى، وعندما قرروا إنهاءه أصبح ورقة محروقة وانتهى الأمر. ما كل الخدمات اللي قدمها في الماضي طيب. أصبحت هباء منثورا.